السلام عليكم. هاي ملاحظات سريعة نحاول بالأسئلة السابقة من خلال الأجوبة اللي صارت، ونشوف يعني نركز على مناطق شوية ضعف كانت تكون بها. هذا الموضوع تقريبا احنا يعني مواضيعنا كلها أغلبها متعلقة، خصوصا الفصل الأول، متعلقة بالمومنت، شلون نحسب المومنت زين، وهي شغلة بسيطة ممكن تأخذون بها درجات يعني بسهولة إذا تنتبهون عليه. دائما المومنت هو قوة في مسافة، قوة في مسافة دائما. فإحنا مثل هذا السؤال حتى نختصر المقطع يعني ويصير أسرع بالوصول لكم. هذا السؤال، المنبر، هذا المنبر شون figure pin connected at A، هذا pin يعني معناها شنو؟ بيها X و Y، X و Y reaction زين، و rest against smooth support، هذا البي سموث يعني مثل ما احنا ماخذين بوحدة من المحاضرات، معناها بس reaction عمودي، بس reaction عمودي، لأنه هذا مائل فيصير reaction عليه أيضا مائل زين. شي يريد determine horizontal و vertical component reaction at A، يريد هذا ال y مالته ال a y، ويريد ال a x. وهاي شغلة بسيطة، هاي شغلة بسيطة. احنا شنو عندنا مجهول؟ اذا نجي نرسم نشوف هذا الرسم free body diagram مالتنا، هاي الرياكشنات اللي هو يريدها، وهذا رياكشن مال ال b ايضا مجهول عندي. هسه هو طالب بس هذه، بس لانه عندي ثلاثة رياكشنات، هذا وهذا وهذا، فلازم أطلع هذا أول مرة، لازم أطلع البي أول مرة. شغلة كلش بسيطة، أروح أخذ مومنت حول نقطة تصفر لي المجاهيل، تبقي لي بس مجهول واحد، تبقي لي بس مجهول واحد. لو أخذت المومنت هنا راح يبقى عندي هذا مجهول وهذا مجهول، ما ينحل عندي. فمن أخذ بنقطة A يبقى عندي بس هذا الـ NA، الـ N يعني ال F B مجهول زين. هو هذا اللي مسوي. ننتبه كلش، ننتبه على المثلث. المثلث شلون ناخذ المركز مالته، شلون ناخذ المحصلة مال المثلث، مساحته اللي هي القاعدة في الارتفاع تقسيم 2، نصف القاعدة في الارتفاع، والسنتر يصير على بعد ثلث المسافة، هذه ثلث المسافة مال كله زين. فهذا واحد ونص، فيصير عندي واحد هنا ونص هنا. المهم عندي واحد، يبتعد واحد وياي المثلث. أخذت المحصلة مالته على مسافة واحد صارت، اللي هي ثلثين من هنا، وأخذ مومنت حول هذه النقطة، أخذ مومنت حول هذه النقطة، هو هذا اللي مسويه. ماخذ مومنت حول النقطة A تساوي صفر، تساوي صفر زين. سميش المومنت حول هذه النقطة تساوي صفر زين. فعندش عنده هذه ال N، بما أنه مائلة فلازم نسويها، لازم نسويها عمودي وشنو وأفقي حسب الزاوية. هذه راح تصير N B ساين 30، وهذه N B كوساين 30 زين، لأن مجاورة. فبالتالي هذه القوة في هذه المسافة، وهذه القوة في هذه المسافة. لازم نعرف يا مسافة ناخذ زين، لازم نعرف يا مسافة ناخذ. كل هذا كل شغل مال المثلث، كل شغل مال المثلث زين. طلع بها المسافات زين، كل شغل مال المثلث طلع بها المسافات. فبالتالي طلع عندنا ال NB، هذا ال NB 200، وراها بعد يبقى عندي شنو، وراها عندي شنو، هذه معلومة صارت عندي وهذه معلومة، بس summation FY تطلع عندي هذا،
وسميشن اف اكس تطلع عندي هذه. زين ما عندي اي شيء. هل ثلاث قوانين، هل ثلاث قوانين المومنت والاف اكس والاف واي، مومنت والاف اكس والاف واي. هذا المثال ايضا ضروري نفهم شلون صار. زين هذا منطيني فور سيستم كونسيست اوف، يحتوي على كابل سي، كابل سي اللي هو هذا مجهول، هذا مجهول، واربع قوى فور فورسز. هذه قوة معلومة، هذه قوة معلومة، هذه قوة مجهولة، وهذه قوة مجهولة. شريط يقول اذا الريزلت مال هذا السيستم يعني سميشن مومنت مالته هي 500 باوند انش، باوند انش مومنت الريزلت سميشن مومنت. هذا هنا مو سميشن مومنت مالته صفر، ننتبه سميشن مومنت الريزلت مالته شنو 500 باوند انش. فيريد البي والكيو والسي. هذا السؤال بفكره، هو هذا السؤال بفكره، لانه شنو عندي، عندي البي مع المجهول وعندي الكيو مجهول. زين فاستخدم اول شيء سميشن اف اكس يساوي صفر، طلع من عنده معادله مجموع الاف اكس يساوي صفر. دائما ننتبه نطلع المركبات الكيو اكس كيو واي الكيو واي والكيو اكس. اما عندي اما عندي مثلث هذا نحسب من عنده، او عندي زاويه مثل ما تعلمنا نطلع هذا. زين فسميشن اف اكس اخذنا هذا واخذنا هذا وعندي هذه القوه. زين سميشن اف واي اخذنا هذه القوه وهذه القوه وعندي هذه. طلعت عندي معادلتين حليتهن انيا، حليتهن انيا بالطرح مثلا. زين طلعت عندي البي 200 والكيو 260. هسه المهم الفكره، يبقى عندي السي شلون اطلعه، السي شلون اطلعه، السي اطلعه بسميشن مومنت. سميشن مومنت هو قايل لي 500، قايل لي 500. فاجيت حسبت ال 500 هو اخذ بهالاتجاه. زين 500 هاي ال 20 طبعا حول من اخذنا، اخذنا حول اي، اخذنا حول اي، كيفكم تريدون تاخذون حول بي حول. المهم هو جاي يقول لك مجموع المومنت مالته مال هذه القوة هو 500. حول اي اخذنا. زين 500 زائد ال 20 في 1 2 3. زين ناقص ال 80 هذه في 1 2 3 4، والبي هذا العمودي مالته البي واي في هذه المسافة كلها، لأنه أنا هذه النقطة مالتي، فالمحور مالتها بالنسبة لهذا العمودي هو هذه. زين فهذه البي في هذه المسافة اللي هو المحور مال أي بهالاتجاه، والإكس مال البي في شنو؟ في أيضا في هذه المسافة، في هذه المسافة. زين حسب ال طبعا زائدا السي، زائدا السي. زين خلاص هذا يطلع عندنا، يبقى عندي عندي بس السي مجهول، بس السي مجهول. هذه الإشارات هنا أنا متغيرة لأنه هو محولهم كلهم من البداية لهنا. أنتم المفروض تكتبون 500 زائد 20 في 3 زائد سي ناقص 80 في 4 ناقص 3 على 4 في كذا إلى آخره. تكتبون إشارات حولون لهنا تساوي 5 هذا كله يساوي 500، فهو مطي الإشارة 500 لهذه، بالتالي هذا كله كله يمشي عكسه. زين كله يمشي عكسه. زين بالنسبة لهذا المثال أيضا، هذا المثال أيضا السؤال. زين هذا السؤال أيضا كلش بسيط. sum of moment about point A
due to forces and couple كلها جيد zero zero. زين حول هذه النقطة كل المومنت يساوي zero. هاي معلومة تفيدنا. يريد شنو؟ يريد الماجنتيود اوف كابل سي. وين الكابل سي؟ كابل سي هو هذا، هذا المومنت سي. فهو مطيني المومنت حول هذه النقطة يساوي صفر. المومنت حول هذه النقطة تساوي صفر. فأحسب سميشن مومنت حول الـ A يساوي صفر. إيش عندي حول الـ A يساوي صفر؟ هذه القوى هذه وهذه ما تشتغل عندنا، كلها تنطيني عزم صفر لأن تمر بالنقطة. بس هذه العشرين أحسبها، هذه العشرين أدخلها عشرين لأنه هذا مومنت مو قوة. بعد شنو؟ بعد عندي هذه الاثنين في شنو؟ في هاي المسافة اللي هي خمسة. هاي الاثنين في هاي المسافة اللي هي خمسة. بعد شنو؟ بعد هاي الثلاثة في هاي المسافة اللي هي ثمانية. زين هاي الثلاثة في ثمانية، والإشارات حسب اللي أنتم تأخذوه. بعد عندي هذه الأربعة، انتبه هنا وين المسافة مالتها؟ هذا الامتداد، المحور مال النقطة اللي ناخذ حولها المومنت. إذا هذه هي المسافة، هذه هي المسافة اللي هي هاي ثلاثة. زين ثلاثة زائد سي، سي بس السي عندنا مجهولة إنه يساوي صفر. هو قايل لي يساوي صفر، قبل شوية كان 500 هسه يساوي صفر. طلعت عندي السي 26. زين بعد شنو؟ يريد determine the sum of the moments about point B. يتحول point B. هسه أنا صار عندي معلومة هذا السي وهاي القوة كلها معلومة القوة. زين هسه يريد يتحول point B. سهلة، هذه القوة ما تدخل لأنه تمر بيها. زين فش نحسب؟ خمسة في شقد؟ هي هاي النقطة. زين خمسة في هاي خمسة، خمسة في خمسة، هذه خمسة في خمسة. بعد الأربعة للبي في ثلاثة، يعني هذه الأربعة في ثلاثة. بعد العشرين والسي، هذه شقد طلعت عندنا؟ سي طلعت عندي 26. زين هاي العشرين هاي 26. بعد شنو؟ ثلاثة في شقد؟ ثلاثة هذا محورها، هاي المسافة يعني في ثلاثة. زين هاي القوة قلنا ما تدخل وهاي القوة ما تدخل لأنه اثنيناتهم يمرن بيها. طلع الناتج شنو؟ الناتج طلع صفر. منطقي لأنه أنا أصلا حسبت الـ C على أساس أنه المومنت هنا أنا صفر. المهم طلع الناتج صفر، مجموع العزم حول البي يساوي صفر. هذا بالنسبة لل للعزوم، موضوع العزوم. إن شاء الله يعني نتكلم عن الترسس.